بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا من الناس يا شباب عايزين نتعلم ازاي نقدر نرسم المساقط للرسمة البسيطة اللي معانا ديت. ده طوله 62 وده 28 وده 26. يلا بينا يلا بينا. يبقى طول الحتة دي كده، ابدأ بالإليفيشن 62، اطلع دي كده 12، والناحية التانية كمان 12، الارتفاع كلي 26، يبقى على بعد 26. اروح رايح بدأ طلع رسم الرسمة دي كده. عندنا هنا فوق دي 24، هقف هنا واروح رايح راسم ده بالشكل ده كده. ارسم خطين بتوع زاوية الميل بالمنظر ده، واقطع الخطوط الزيادة كلها اللي هتكون موجودة هنا، الخط ده والخط ده. على بعد 8 عندي خط داش لاين هنا كده وهنا كذلك، فهرسم خط الداش لاين اللي هيبقى هنا واللي هيبقى هنا اللي هو بتاع الفتحة اللي موجودة ديت والناحية التانية. طيب الرسمة دي كده كلها المفروض تتحط في لاير الالفيشن ما عدا الخطين دول فلير داش لاين بالشكل ده. عايزين نرسم البلان، فهرسم البلان على بعد 20 كده، اروح رايح رسم البلان دوت. عرض البلان ده 28، اجي كده 28 نقطع الخطوط الزيادة اللي معانا ديت، نعمل اسقاط من فوق للنقطة ديت وللنقطة دي، بعد كده اسقاط للفراغ بتاع الداش فتحة الداش ديت، نقطع الخطوط الزيادة بعد كده نبدأ نشوف الفتحة اللي هنا ديت. الفتحة دي تدخل 8 وعرضها 8، فديت كده يبقى نصها 4، يبقى هي دي 8، وهنا زيها. طيب يبقى هنا هاخد خط كده وخط كده واقطع الخطوط الزيادة دي كلها، كل ده زيادة، اقطع الخط ده الخط ده الخط ده وده وده، الفتحة دي الفتحة دي كده. المفروض ان انا خلصت رسمة البلان، المفروض ان كل ده كده اتحط في لاير البلان عشان بس اللون يبقى واضح. طيب نروح نرسم السايد فيو، نرسم خط بزاوية 45 بالشكل ده، ناخد اسقاط رأسي وأفقي، ده اسقاط أفقي للبلان، ده اسقاط أفقي للإليفيشن، ده اسقاط رأسي هنا لتقاطع البلان مع الزاوية 45. يبقى احنا كده عرفنا ان هو ده الحدود بتاعة الرسمة بتاعتنا. نمسح الخطوط الزيادة مش محتاجين لها الشكل ده كده. هو ده سايد فيو، عايزين بقى نركز فيه. سايد فيو عبارة عن مستوى اليمين اللي تحت ده واللي ده، طبعا الاتنين منخفضين على المستوى في النص، بعد كده في مستوى اللي هو شكل حرف ان ده. طيب يبقى ببساطة هنا في مستوى، ده مستوى، ده كده مستوى بتاع شكل حرف الام، كده الرسمه خلصت، يعني ما فيهاش اي حاجه. فهمتوا يعني الدنيا سهله جدا بسيطه جدا. طبعا هي الرسمه دي سهله، بس الفكره ان الرسومات الصعبه كل اللي فيها دوشه خطوط مش اكتر، زحمه في الخطوط. فلو تاخد الدنيا واحده واحده كده ببساطه كده تفهم الموضوع ببساطه. اوعى تنسى ان اسقاطات الخطوط الرئيسيه او الاسقاطات الافقيه دي هي اللي بتظبط لك الدنيا. واشكر حضراتكم واسالكم الدعاء، وجزاكم الله خيرا كثيرا. أي حد محتاج أي حاجة يبعتلي على الواتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.